جيت لتغطية هذا الحدث المهم جدا اللي هو يعتبر الآن العالم يعيش أزمة اقتصادية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية والعقوبات التي تفرض على روسيا. هذه العقوبات أدت إلى دول التي تحتاج أو الدول التي تحتاج إلى الغاز إلى البحث عن مصادر أخرى، ورأت أن الجزائر وغيرها من الدول هي مصادر هامة. الجزائر تعد بلد قريب إلى أوروبا، وهذا يسمح لها بعملية النقل البسيط والجيد، وأيضا تكلفة النقل تكون بسيطة. الجزائر استضافت هذه القمة لأهمية الجزائر أيضا لأنها عضو في المنتدى، وأيضا أن ثقة العالم في الجزائر بتسيير مثل هذه القمم. الحضور الجيد واللي سمعناه اللي راح يكون ممثل برؤساء دول وأمراء، يعني هذا الأمر يعطي أيضا طابع للجزائر، وأنه عودة الجزائر إلى الحاضنة الدولية ولعبها دور مهم جدا في سواء في الاقتصاد الدولي أو في السياسة الدولية. عفوا.